جلس العشرات من ضحايا الألغام الحوثية من أهالي السهل التهامي في هذا المكان بصمت، والحزن يملأ وجوههم من الإعاقة التي ستلازمهم مدى الحياة، في وقفة نظمها المعاقون تنديدا بدعم المنظمات الأممية للحوثيين. ومن هذه الجموع يجلس الشاب عبد أحمد من أهالي ريف حيس، متحسرا على ما أصابه من تلك الجراح التي كان مصدرها لغم حوثي تربص به وكاد أن يودي بحياته. يدي تتكسكس من الغام من اللوم، افتقر بي في المريق ونرعى الغنم، وهف افتقر بي كسكس لي أيداتي ورأسي، وأنا لا أعرف أتحرك وين ولا. لم تقف المأساة هنا فحسب، فالحاج محمد عليان لم يرحم الحوثيون وألغامهم حاله البسيط وكبر سنه، فبينما كان في مهمة على متن دراجته النارية التي يعول بها أسرته انفجر به لغم وأفقده قدمه اليسرى. نتيجة الحوثيين كانوا يفعلوا حتى وإحنا نجزع نمشي على معين توب سيكل طب الله عليك. بعدين ماشي جزعت ماشي بنام طريق داخل سنة القلمة، بنام وادي على الملفة حكا وادي من دهنا بقربي من هناك أمسيكل رحمة حقيقة. الحاج عليان اليوم يتكئ على عكاز كغيره من عشرات المعاقين الذين ينتظرون الفرج آملين في الحصول على طرف صناعي عند بعثة طبية نزلت إلى مستشفى حيس الريفي. ولسان حال كل من هؤلاء الفاقدين أطرافهم العلوية أو السفلية يقول إن فقدان أجزاء من أجسادهم تعني لهم خسارة نصف حياتهم، إذ أنهم أصبحوا مقعدين وغير قادرين على تدابير نفقات أسرهم بسبب الإعاقة الدائمة. نطالب الأمم المتحدة بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بدعم ميليشيا الحوثي، حيث أنهم دعموهم ب420 سيارة لنزع الألغام و165 مليون دولار أمريكي لعملية نزع الألغام، مع علمهم بأن الذي يقوم بعملية زرع الألغام هو الحوثي. يعني تقارير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي جميعه يؤكد والكل يعلم بأن الجهة الوحيدة التي تقوم بزرع الألغام هي ميليشيا الحوثي، وأيضا يتم دعم ميليشيا الحوثي لتزيد من تلغيم محافظة الحديدة واليمن عامة. وقد بلغ عدد ضحايا محافظة الحديدة الضحايا فقط للألغام 1200 ضحية. وجوه ملائكية في عمر الزهور كان لهم نصيب كبير من حرب الألغام الحوثية حين اغتالت طفولتهم. ألغام زرعت في مزارع وطرق ومنازل المدنيين، حولت الآلاف منهم إلى ضحايا وجعلتهم في عزلة روحية كبيرة. لم يلقى الضحايا إلى اليوم منصفا لهم لمحاكمة المتورطين والداعمين للحوثيين في زراعتهم للألغام، وهو ما جعل الميليشيا مستمرة في قتل اليمنيين بدم بارد.